أهلا بكم. لا يزال التعاطي المحلي والإقليمي والدولي مستمرا مع تداعيات كارثة عاصفة دانيال في درنا والمنطقة الشرقية. التساؤلات تتجدد باستمرار حول آخر التطورات، خاصة إحصاءات الضحايا وسير عمليات البحث والانتشال، فضلا عن إيواء الناجين وتسكينهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. وبالتزامن مع هذه الأوضاع، يستقبل كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الأفريكوم الجنرال مايكل لانغلي في طرابلس، ويناقشان تنظيم آلية تعنى بالدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة الوطنية. النائب العام كشف للأحرار عن تحديد النيابة لعدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنا، وطمأن الصديق السور المواطنين بأن نتائج التحقيقات ستظهر قريبا، مؤكدا أن النيابة باشرت عملها في مكاتب درنا وبنغازي وطرابلس بشأن فيضان درنا وانهيار السدود. صعب إعطاء مدة محددة يعني أو توقيت محدد لانتهاء التحقيقات، لكن بالتأكيد تحقيقاتنا جادة وسريعة. الوقايع اللي تشملها التحقيقات وقايع متعددة، والوعاء الزمني لها كبير، لأن التقصير أو الفساد الإداري والمالي بدأ من عدة سنوات، لعد نقول أكثر من عقدين. استطعنا الآن نحدد كثير من المسؤولين في سواء في التقصير سواء في الإحمال سواء في الفساد، وستطال لهم التحقيقات الأيام القادمة إن شاء الله. لو كان هناك تدابير تم اتخاذها في الوقت المناسب خلال السنوات الماضية لما كانت وقعت الكارثة بهذا الحجم. فبالتأكيد نحن من واجبنا وملزمين أمام أهالي الضحايا باتخاذ الإجراءات المناسبة والجادة اللي من شأنها أنها تحقق العدالة وتولد لدى الناس الشعور بالإحساس بالعدالة وأيضا تحقق الردع العام والخاص. إذن أرحب بداية بضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، نائب رئيس أعيان مهجري درنا مراجع الجزيري. أرحب بك سيد مراجع. يعني اليوم ربما تصريحات النائب العام تقدم بارقة أمل، دعنا نقول بأنه من الممكن أن تظهر الحقيقة وراء ما حصل في مدينة درنا، وحتى ما إذا كان هناك أي شيء من الإهمال قد شاب التعامل مع هذه العاصفة هذا الإعصار في عموم المناطق في شرق ليبيا. سيد الجزيري إذا كنت استمعت إلى سؤالي. لا لم نستمع. لا طيب أرحب بك مجددا، يبدو أن الاتصال كان مقطوع معك. على كل حال مرة أخرى أرحب بضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس نائب رئيس أعيان مهجري درنا مراجع الجزيري. سألتك بخصوص تصريحات النائب العام صديق السور الذي أكد بأن التحقيقات قد بدأت وبأنها حددت ربما مبدئيا من قد يشار إليهم بأصابع الاتهام فيما يتعلق بقضية سدي درنا، وأيضا في عموم المنطقة الشرقية إذا كان هناك ربما نوع من القصور شاب التعامل مع التحذيرات التي سبقت وصول الإعصار إلى الأراضي الليبية. هل يمكن أن نقول بأن هناك بارقة أمل اليوم يمكن أن تعيد إلى من تضرروا جراء هذه الأحداث، تعيد لهم ربما على الأقل معنويا شيء من الاعتبار حتى ولو كان على المستوى النفسي؟ نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول شيء أعزي نفسي وأعزي أهل درنا في مصابهم الجلل، وأعزي ليبيا كلها يعني في هالموضوع. بالنسبة للتحقيق طبعا هذا المواضيع مواضيع زي ما تقول بالنسبة لي أنا يخصن النائب العام وهو اللي عنده التحقيق. طبعا احنا ما طلعناش من هو المتهم وكيف قضيته وما فيش حاجة واضحة. هو صرح ان في ناس، ما انا من الناس انا ما نعرفش باش نعطيك الإجابة الواضحة. يعني اذا كان مثلا هو السيد هذا شو يقولوا له عميد البلدية او غيره او الناس ما عندهاش فلوس، ما نعرفش، فهمت كيف، باش نوجه اتهامي لجهه. طبعا الجهه المتخصصه اللي هو النائب العام مادام هو عرف، وما قالولناش من هم الناس اللي حقوا معاهم ولا وقفوهم، يعني باش نعطيك اجابه واضحه. يعني لا، انا بالتاكيد لا اسال عن مساله سير التحقيقات او اي مسائل لها علاقه بملف القضيه لدى مكتب النائب العام، وانما اسال عن قيمة هذه التصريحات عندما يدلي نائب العام بتصريحات مفادها أنه مبدئيا تم تحديد عدد من المتهمين أو المسؤولين ربما عن حالة القصور التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة على المستوى المعنوي، على المستوى النفسي بالنسبة للمتضررين، بالنسبة لمن فقدوا ربما ذويهم، حتى بالنسبة لعموم الليبيين اليوم. المسألة لا تخص درنا فقط. ماذا يعني الشروع في التحقيق أولا، ومن ثم تقدم التحقيقات إلى مستوى هذا الإعلان الذي أعلن عنه النائب العام اليوم؟ تو شوف، أنا بصراحة نحكي كشخص، يعني نحكي تو في قضايا قبل القضية هذه يحيل إلى النائب العام وبعدين يطلعوا براءة ويطلعوا من يعرف. هو حتى لو حكم النائب العام ضحايا مدينة درنا العدد اللي المأهول هذا اللي نسمعوا به اللي في الكارثة، والله حتى كان يحكموا عليهم كلهم، فهمت؟ مش حي يعني مش حنفرحوا نحن حنظلوا الحزن حيظل في قلوبنا ومش حيشفوا غليل. يعني الناس اللي ماتت الله يرحمها ويسامحها وإن شاء الله ربي تولاها برحمتها، فهمني كيف، مهما حكموا عليهم مش حيشفي غليلنا للأسف. يعني عندنا قضايا سابقة في مدينة درنا وبيوت مهدمة ومدينة قديمة انتهيت، ما شفناش لا تحقيقات ولا من، وكان المدينة هذه مقصودة أن هي تقعد منكوبة من 2011 إلى هذه الساعة، يعني فهمت كيف؟ مستوى الاستجابة السريعة بالنسبة لمكتب النائب العام والشروع في التحقيق في غضون أسبوع تقريبا، يعني قبل مضي 10 أيام على الكارثة كان النائب العام كإجراء نعم كإجراء ممتاز جدا. أتمنى أن كل قضية تصير في ليبيا يكون في سرعة في التحقيق ويكون فيها زي ما تقول على طول. علاش نحن القضايا ندسوا فيهن تحت الأدراج وما يصير شيء؟ يعني في قضايا اختلاسات وفي قضايا أموال وفي مليارات عدة من يعرف وين وجان مش عارف منين، ما شفناش فيه الا تحقيق لا شيء، لكن هي كبادره كويسه، يعني بادره كويسه. ربما سرعه الاستجابه قد توحي، ربما يرى البعض ذلك بان قد توحي بان مكتب النائب العام ياخذ هذه القضيه على اعتبار حجم الكارثه، ياخذ هذه القضيه على محمل من السرعه ربما لانجاز خطوات واضحه على الاقل في ملف القضيه. على كل ابقى معي سيد مراجع الجزيري، استقبل ضيفنا عبر الهاتف من طرابلس الناطق باسم جهاز الاسعاف والطوارئ اسامه علي. ارحب بك سيد اسامه معنا. لو تضعنا بدايه في صوره اخر ما قام الجهاز بتنفيذه من اعمال إنقاذ، أعمال إغاثة غيرها، على صعيد التعامل مع الواقع في درنا وفي غيرها من المدن والمناطق التي تعرضت للكارثة. على صعيد التعامل مع الواقع ما زال الجهاز يعمل في كافة المناطق من ضمنها درنا، اللي هو الجهاز ما زال موجود في الضفة الخاصة بالشاطئ من ناحية شرق درنا، يعمل في تلك المنطقة تحديدا. أيضا هناك
كشف كامل لمنطقة الوردية، المسح المبدئي تم بتفتيش راجلة لكافة المنطقة وتفتيش أودية المنطقة. للأسف الشديد لقينا فيها ضحية سودانية الجنسية حسب الأوراق الثبوتية الموجودة عندها. تم تسليم القضية للجهات المختصة. أيضا هناك أم الجرسان عمليات الكشف على مصب الوادي نتاع الكوف حتى هو جاري العمل عليه من قبل جهاز الإسعاف والطوارئ. ناهيك عن الأعمال الأخرى يعني دعم الفرق العاملة منها نقل التطعيمات إلى المراكز الخاصة بالتطعيمات، فريق للكشف عن المواطنين في البيوت في بعض المناطق المتضررة، أيضا هناك فريق آخر مختص بالتمركزات وتجهيزها عند كافة المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية لكافة المواطنين. تشغيل بعض المستشفيات عن طريق فرق من جهاز الإسعاف والطوارئ ما زالت موجودة إلى هناك دعم بالأطباء ودعم بالأدوية والمعدات الطبية، على سبيل المثال عندك جرنادا. إضافة إلى أن العمليات الجارية أو الروتين اليومي إذا أصبحنا نعتاد عليه وهو نقل حالات خارج المدينة عن طريق الفرق الطبية سواء نقلها لطبرق أو لبنغازي أو حتى لطرابلس. ولا ننسى أيضا هناك فريق آخر مختص أيضا بنقل بعض الحالات الخاصة بالغسيل الكلوي خصوصا الحالات اليومية مع انقطاع الطرق فيحتاج إلى سيارة، وبعض الكثير لا ننصح لا يملك سيارات داخل المدينة في الجزء الجيد من درنا، فيتم إرسالهم لقيام بعمليات الغسيل والعودة بهم إلى أماكنهم. إضافة إلى مساعدة بعض فرق الإغاثة في تقديم المعونة الغذائية والدعم العام لكافة المواطنين بالمدن. نعم سيد خالد. نعم، فيما يتعلق بالدوريات الراجلة، هل هذه المرة الأولى التي يباشر فيها الجهاز بتنظيم دوريات راجلة على عكس ما كان عليه الحال في السابق؟ وإذا إذا كان هناك عمل كامل في أكثر من منطقة بهذه الصفة وبهذا الشكل، هل بالإمكان أن تذكر لنا المناطق اللي الآن توزعت فيها هذه الدوريات الراجلة؟ بالنسبة لموضوع الدوريات الراجلة، الجهاز منذ حوالي أسبوع يقوم بهذه العمليات خصوصا في المناطق اللي تقدر تتجول فيها راجلة. أنت تعرف أن كميات السيول كانت كبيرة، تحدثنا فيما سبق أن في بعض الوديان وصل عمق الجثامين إلى حوالي 80 متر داخل الوادي، لا يوجد أي آليات ممكن أن هي تدخل الجثمان تدخل داخل الجثمان لسحبة، فيقومون بسحبة يدويا تستغرق العملية حتى 3 أو 4 ساعات لسحب جثمان واحد. يعني في تم تمشيط معظم المناطق اللي خاصة بالبيضة وديان البيضة بدوريات راجلة، تم تمشيط منطقة الوردية كيف ما قلت بالكامل، من خيلي بالكامل، كل هذه الدوريات تعمل بشكل دوري. ناهيك على فريق آخر وهو مختص بالمسح عن طريق طيارات الدرون على كافة الشواطئ في المدن المتضررة، نحاول نمسح أغلب المساحات بطيران الدرون للكشف عن الجثامين اللي خرجت من الشاطئ وكانت بمسافات بعيدة لا يمكن أن ترى بالسهل. أيضا ما ننسوش نشكر الطيران العمودي اللي موجود بجهاز إسعاف الطائر اللي ساند صراحة بالمسح بأكثر من دورية على بعض المناطق وكشف أكثر من حالة في هذا الموضوع. نعم. طيب الطبيعة البحث بالنسبة لهذه الدوريات الراجلة، لأن حسب ما هو منقول من أكثر من مصدر اتساع الأماكن أيضا التراكم الطمي فيها صعوبة الحركة غيرها، ما هي المصاعب اللي تواجهها هذه الفرق الآن وهي تنفذ عمليات البحث تنقلا بهذا الشكل؟ بالنسبة لأكثر المصاعب اللي ممكن تواجه هي المساحات الشاسعة في المناطق، مثلا المناطق تعتبر مناطق مفتوحة زي لما تتكلم عن مخيلي، مثلا تتكلم عن منطقة صحراوية بمساحات شاسعة مفتوحة ممكن يتم مسح المساحات قليلة عن طريق الطيران العمودي أو عن طريق الدرون، لكن المعظم نستدل فيه بس بزملائنا من أهالي المناطق اللي موجودة هذه. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا بالنسبة لداخل الطين فهذا أمر صعب أنك أنت يتم اكتشافه، خصوصا أننا لسنا متخصصين في هذا النوع، لسنا بفرق بحث جنائي من المفترض أن تقوم بمثل هذه المواضيع رفقة بعض كلاب الأثر اللي ممكن تبين لك الأماكن بالضبط، بل ما نقوم به هو عمليات مسح يعني بشكل ظاهري لكل ما هو يظهر على السطح، أحيانا لبعض البيوت المتهدمة في المدن. أنت تعرف مثلا بعض المناطق هناك المسافة فقط من بيت لبيت تصل إلى مئات الكيلو مئات الأمتار يعني، فهناك يقومون بمسح البيوت الوضع الداخل البيوت عن طريق اشتمام الروائح أيضا لتبدأ واضح أن فيها جثث متعفنة داخل الروائح.
وضحايا في هذه الأماكن. يعني العمليات والله واسعة جدا على الرغم من شح الإمكانيات وقلتها في مثل هذا النوع. لا ننسى أننا غير مهيئون لمثل هذا النوع، أول مرة تمر علينا كارثة من هذه، لكن يعمل الشباب كافة بكل فروع جهاز إسعاف الطوارئ بكل ما بوسعهم من أجل الخروج بأعداد ضحايا واضحة، وأيضا انتشار هؤلاء الضحايا حتى يوار الثرى ويكونوا في متواهم المكرمين. يعني نعم. في بلاغات من المواطنين في هذه المناطق دكتور أسامة فيما يتعلق بالجثامين اللي ربما تكون في بعض المناطق الوعرة، هل تأتيكم بلاغات؟ هل في تعاون من المواطنين؟ أكيد هذه البلاغات شيء وارد جدا، خصوصا احنا عندنا غرفة احنا سميناها غرفة عمليات درنة، مكانها في مدينة القبة. أكيد نستقبله ووضحنا عن طريق أرقام هواتفنا لكافة المواطنين. أيضا في مواطنين تواصلوا رسميا مع بلدياتهم القائمة هناك، وعن طريق البلديات نفسها هي اللي تبلغ في فرق الإسعاف اللي موجودة في المنطقة، والفرق تتجه مباشرة إلى ذات المكان بعد طبعا إبلاغ مركز الشرطة بالمكان وإبلاغ الجهات الضبطية أيضا بالمكان، لأن أنت تعرف أن هذا جثمان، يعني لازم يكون في عندك تصريح كامل بالتعامل مع مثل هذا الجثمان. أحيانا مرة يكون بحث جثمان جنائي وتم الوضع متاعه في وضع متاع فيضان، لكن هي ممكن تكون جريمة، فلذلك لازم يكون فيه الشرطة موجودة، يتم إبلاغها بوجود جثمان، يتم الكشف عليه وبعدين يتم نقله على طول للمكان بتاعه. طيب إذا سمحت ابقى معي سيد أسامة علي، سأعود لك سريعا. أستقبل فقط دكتور راقي المسماري أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات الليبية. أهلا بك دكتور راقي. فيما يتعلق بتصريحات السيد النائب العام الصديق السوري، اليوم تحدث عن أنه مبدئيا تم النيابة العامة قامت بتحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة. كيف يمكن أن نفهم هذا الإعلان من قبل النائب العام في سياقه القانوني والقضائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وبمشاهدي. مرحبا دكتور. أترحم في البداية على أرواح الشهداء، في كل مرة سوف أترحم على أرواح هؤلاء الشهداء. نعم. وعزم مدينتي وأهلها في كل ما فقدناهم في تلك الليلة. أقول أن الهيئة العامة للشدود، وهي أحيانا تسمى الهيئة العامة للشدود، وأحيانا تسمى في ليبيا الهيئة العامة للمياه، وأحيانا تسمى وزارة الموارد المائية، وهكذا نحن في ليبيا نتقلب، يعني يوم هيئة ويوم وزارة ويوم مصلحة، وهكذا من الارتباك الإداري الذي سائد في ليبيا منذ عقود. الحقيقة أن الهيئة العامة للمياه أو الهيئة العامة للشدود أو وزارة الموارد المائية، هؤلاء جميعهم يعني هم من تعاقدوا مع الوكيل التركية في عام 2010 عن طريق جهاز تطوير المراكز الإدارية، هم تعاقدوا مع شركة مرسيدس التركية بقيمة عقد أعتقد في حوالي 40 مليون دينار ليبي لصيانة السدين. ثم حدثت فبراير، ومن بعد فبراير لم يكن هناك أمل وأمان لكي ترجع الشركات الأجنبية، لم ترجع الشركات الأجنبية في كل ليبيا. بكل ليبيا لم ترجع الشركات الأجنبية للعمل بحكم انتشار السلاح وانتشار الإرهاب، سيطرة المجموعات الإرهابية، الانفلات الأمني، السيولة الأمنية وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة أن درنة يعني منذ عام 2018 أصبح هناك أمل وأمان فيها، يعني أصبحت بالإمكان أن تأتي شركة أجنبية، يأتي سواح أجانب إلى ليبيا، ولكن لم تأتي شركة أجنبية للتسيب والتقصير والإهمال الذي ترتكبه الجهات المتعاقدة، وهي الهيئة العامة للمياه والموارد المائية أو وزارة الموارد المائية أو كما تسمى، اللي هي يعني بصفة عامة مقرها في جنزور غرب طرابلس. وبالتالي لم ترجع الحقيقة الشركة الأجنبية لأداء عملها، حتى أن السدان انهار في تلك الليلة وتسبب بمقتل الآلات. وهذا هو كل شيء، هذا ما يقصده النائب العام. أعتقد هؤلاء هم المتهمون، المتهمون هم المتعاقدون، هم الذين لم يكونوا قادرين على تحديث صيغة العقد. نحن نتفاهم أن العقد كان بأربعون مليون، عندما كان الدولار على في ليبيا على حسبة 1.30، يعني دولار بوينت 30 قرشا أو 300 درهم كما يحب يسموه الاقتصاديين، ولكن الآن تغير السعر 4.48، يعني كان يفترض أن يتم بشكل سريع تعديل قيمة العقد والتفاهم مع الشركة فيما مثلا ضاع منها من آليات أو خلافه، ويرجع الشركة لفرق عملها. هذه المشاريع لا تحتمل الانتظار. ها هو الانتظار، ها هو التسيب، ها هو الإهمال، أدى بنا إلى مقتل الآلات. الحقيقة هذا أعتقد ما يقصده النائب العام، لأن مثل هكذا مواضيع لا تتعلق بالإدارات المحلية أو السلطة المحلية أو البلدية، هذه مواضيع مركزية فيها عمل السجود زي ما وضحت لحضرتك.
احيانا تكون اسمها هيئه عامه للسدود، احيانا هيئه عامه للمياه، واحيانا تكون وزاره موارد مائيه. المهم على كل الاحوال ينتقل الاختصاص من الهيئه الى الوزاره بحسب مزاولته. وبالتالي هؤلاء هم اعتقد هم المتهمون الذي تحدث عنهم في الدكتور. طيب الدكتور، او من ادى الى تاخير هؤلاء في انجاز اعماله، قد يكون هناك مثلا جهات رقابيه ومحاسبيه. نحن نعلم في ليبيا ان اي عمود في 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 يعني في قيمتها اكثر من 5 ملايين لابد ان تاتي عبر ديوان المحاسبه. انا لا اريد ان اصدق على فكره، يعني انا كقانوني لا اريد ان اصدق نتائج تحقيق النائب العام ولا اريد ان اشوش عليه، ولكن على النائب العام ان يعطينا نتائج تحقيقه ويحدد لنا متهمين بشكل سريع، حتى يعني نحد من غضب الناس ونحد من عمليه يعني كين الاتهامات يمينا وشمالا. طيب يا دكتور، هو النائب العام دكتور اذا كنت تسمعني دكتور دكتور، النائب العام فعلا طمأن المواطنين بأن نتائج التحقيقات ستظهر قريبا حسب تعبيره، وأكد أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وعملها في أكثر من مكتب في إطار النظر هذه القضية. لكن لماذا يذهب اعتقادك الآن إلى أن من يقصدهم النائب العام عندما يقول متهمين في قضية انهيار سدي درنة هم شخصيات في مستوى التعاقد، في مستوى إبرام العقود أو الإشراف على تحويل هذه العقود إلى عمل ميداني؟ لماذا تستبعد أن يكون ربما هذا الاتهام موجه لشخصيات لديها مهام كان يجب أن تقوم بها في وقت قريب ربما من وقوع الكارثة، وحصل قصور ربما في القيام بهذه المهام، وبالتالي شكل هذا ربما نسبة ما من المساهمة والمشاركة في انهيار السدين؟ لأن التعبير من الناحية القانونية دكتور متهمين في قضية انهيار سدي درنة، هذه الصيغة هذه العبارة عندما تصدر عن النائب العام ماذا تعني دكتور؟ أستاذ خالد، صيانة السدين بحجم سدي وادي درنة، سد بلاد وسد منصور، ليست مسألة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. ديال السدين العقد قد يعني العقد لمدة عام ونصف، وبالتالي جهة متعاقدة وهناك جهة مالكة. الجهة المالكة للسدين هي الهيئة العامة للسدود مثل ما وضحت لحضرتك، أو الهيئة العامة للمياه، أو وزارة الموارد المائية، هذه هي الجهة المالكة للسدين. الجهة المتعاقدة هي جهاز تطوير المراكز الإدارية، وبالتالي لن يخرج الاتهام او التقصير او الاهمال او يعني كل الاتهامات لن تخرج عن هذه الجهتين. وبالتالي ربما هاتين الجهتين سوف يقولان في التحقيقات اننا نحن باشرنا مع ديوان المحاسبه عمليه يعني تجديد التعاقد مع الشركه التركيه او تكليف الشركه التركيه بممارسه عملها من موقع المشروع، لكن كان هناك اشكاليات قانونيه في التعاقد من جديد او تعويض الشركه التركيه عن فتره التوقف، لان مساله العقود هي التزامات متبادله ما بين المتعاقد والمنفذ. وبالتالي انا لا اريد اختباق يعني موضوع تحقيقات النائب العام او التشويش عليه، لان في مثل هكذا قضايا يفترض ان لا يتم الحديث، يعني يحضر النشر او يحضر التداول او يحضر تناول مثل هكذا امور الى حين تخرج التحقيقات بكل شفافيه ولذاءه وحياديه وتجرد، وتحال تلك التحقيقات. هي تحقيقات على فكره، يعني تحقيقات النائب العام او النيابه العامه هي ليست يعني اغلاق القضيه، لان النائب العام سوف يقوم بحاله المتهمين بناء على التحقيقات الى المحكمه المختصه، لتباشر المحكمه المختصه وحاكم هؤلاء المتهمين على ما ارتكبوه من جريمه يصفها النائب العام. يعني طيب انت يعني تعتقد بان تحقيقات النائب العام اليوم دكتور تعتقد بان التحقيقات تتم في مستوى البحث المستندي وليس في مستوى البحث الميداني لجمع استدلالات وغيرها متعلقه بالسدين ككيان موجود يعني تعرض للدمار؟ لا، نحن الان سيد خالد يعني لاوضح لك وللمشاهدين، نحن الان امام واقعه، نعم، هي واقعه انهيار السدين مما تسبب في مقتل الالاف، وبالتالي الواقعه الان يجرى البحث فيها في مستنداتها. نحن امام واقع ان سدين انهارا امام امطار غزيره تراكمت جنوب السدين. يعني كنت تتحدث قبل قليل ان المياه غمرت قريه البخيل وهي تبعد عن السدين بحوالي مسافه 80 كيلو مترا، وبالتالي طالما الامطار غزيره يفترض ان هذين السدين كانا
من المفترض ان يستوعبا كميه الامطار الوارده اليهما، والا لماذا تم انشاءهما؟ كانت تترك الماء تذهب الى البحر. ولكن هذا هو ما يفترض ان يقال، ما يفترض ان يقال ان نحن امام تحقيقات النائب العام، تحقيقات في المستندات المتعلقه بالتاخر او بالاهمال او بالتقصير في عمليه صيانه السدود، وبالتالي هذه يتحملها الجهه المتعاقده والجهه المالكه. لنرى وننتظر ماذا تقول الجهه المالكه، الهيئه العامه للسدود او الهيئه العامه للموارد المائيه او الهيئه العامه للمياه او وزاره الموارد المائيه، وننتظر ماذا تقول الجهه المتعاقده اللي هي تطوير المراكز الاداريه. نعم، اشكرك استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه الليبيه الدكتور راقي المسماري، شكرا جزيلا لك، وارحب بضيفنا عبر الهاتف من مصراتة المحامي امام المحكمه العليا الاستاذ عبد الباسط الحداد. اهلا بك استاذ عبد الباسط، وقبل ان اذهب بك ربما الى مسائل قانونيه قد يشوبها بعض التعقيد، بدايه في الاطار الاستجابه الان من قبل مكتب النائب العام، يعني في غضون تقريبا 10 ايام ياتي هذا الاعلام بان النيابة العامة تمكنت من تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة. كيف يمكن أن نفهم هذا في سياقه القانوني؟ مساء الخير وتحية طيبة لكم جميعا ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك الكرام. بداية يعني أعبر عن التعازي، يعني تعازينا لكل من فقد ولكل من استشهد في هذه الواقعة ولكل من توفى في هذه في انهيار السدين او في هذا السيل اللي غمر مدينه درنة، وايضا لكل من تضرر في المناطق الاخرى البيضاء، سويسة، شحاتة وغيرها من المناطق اللي غمرتها المياه. وصراحه كارثه كبيره وامر غير مسبوق على الساحه الليبيه وحتى في مستوى الوطن العربي حدوث مثل هذه الفاجعه الكبيره وهذه الكارثه. نرجع إلى سؤالك ما يتعلق بعمل النيابة العامة ومكتب النائب العام. هو واجب عليهم هذا القيام بمثل هذا العمل. الضحايا عشرات الآلاف اللي توفوا نتيجة الغرق ونتيجة يعني زوال مبانيهم وعقاراتهم، وكل مدينة ربع مدينة أو ثلث مدينة بالكامل أبيد على بكر تبيه. بالتأكيد هناك يعني لم يكن هناك شيء متعمد، فهناك أخطاء وأهمال وتقصير في حفظ وصيانة المال العام، وهذه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الليبي. هناك عدم تعامل بشكل مهني مع التحذيرات التي أوردتها كل يعني الجهات الأرصاد الجوية في العالم عن حدوث، عن احتمال سقوط أمطار غير مسبوقة في مناطق الشرق الليبي في ذلك اليوم. يعني لم تتعامل مع هذه التحذيرات الجهات المختصة بالسدود وبالإشراف على السدود والجهات اللي لها علاقة بهذه الأماكن التي يمكن أن تكون خطرا على حياة الناس. وبالتالي النيابة العامة لما تتحرك هذا واجب عليها، وهذا اتجاه الشعب الليبي اللي يعني كما ذكرت لكم وكما الكل يعلم أن عشرات الآلاف الآن اللي في عداد المفقودين أو الموتى، وبالتالي تحركهم بهذا الشكل هو أمر عادي وطبيعي وواجب عليهم، وبالتالي احنا نشد على أيديهم ونتمنى أن التحقيقات كما ذكر الكثير من المتدخلين، نتمنى أن تكون تحقيقات أولا هي بالقانون، هي تحقيقات سرية يجب ألا تتدخل فيها حتى الوسائل الإعلام، يجب ألا تتدخل فيها بشكل يعني مباشر وبشكل يعني يبعد عنها السرية، يؤثر على سير التحقيق. أستاذ عبد الباسط، يعني هل تتوقع أن تشمل ربما لائحة الاتهامات شيء خارج دائرة التعاقدات، ربما عدم تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات التي من المفترض أن تقوم بتنفيذ الصيانات، يعني مسألة ربما عدم التعامل مع مستوى التحذيرات من خطورة هذه العاصفة وما قد يترتب عليها، هل يمكن أن يكون هذا الأمر في داخل دائرة الاتهام اليوم بالنسبة لتحقيقات النائب العام؟ كل شيء
كما ذكر النائب العام في تصريحه، كل هذه الوقائع داخلة أو يشملها التحقيق، ربما أمور أخرى نحن لم نتناولها. التحقيق سيشمل كل شيء، كل ما كان سبب في حصول هذه الكارثة سيشمل التحقيق، وعدم إقامة سد ثالث كما نصح بذلك في الكثير من الأبحاث العلمية التي أجريت على سدي درنة، عدم صيانة هذه السدود، عدم فتح هذه السدود لتجعل المياه تنساب منذ الصباح الباكر أو منذ اليوم السابق لهطول الأمطار، أيضا هذا سبب من الأسباب اللي ممكن يبحث ويدرس ويشوفوا من كان أهمل في مثلها في القيام بهذا العمل. العقود التي سمعنا عليها أو التي قرأنا في تقرير ديوان المحاسبة وتقرير الرقابة الإدارية أن في أموال صرفت لصيانة هذه السدود وأن في عقود أبرمت ولم يتم تنفيذها، كل هذه الأمور ستكون مثار تحقيق من قبل وكلاء النيابة أو اللجنة التي شكلت من مكتب النائب العام بهذا للقيام بهذا العمل. وما أعتقدش أن في أي حد حيكون بمنأى عن التحقيق في مثل هذه الواقعة ستشمل كل المسؤولين في كل ليبيا عن موضوع إنشاء السدود أو إدارة السدود أو الإدارة المائية، الإدارات عديدة في ليبيا، ولكن كل الناس اللي ليهم علاقة بهذا العمل سيشملهم التحقيق. والتحقيق هذا أو ما تقوم به النيابة هو ليس عملا نهائيا، النيابة ستقوم باتهام كل من يشتبه في أنه قصر أو أهمل أو قام بعمل ما سبب في حصول هذه الكارثة. والكلام النهائي هو للمحكمة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات من القضاء. هذه الأمور، لكن هو تحقيق هذا وجوبي. نحن أمام كارثة كبيرة، أمام مقتل آلاف من الليبيين، أمام دمار مدينة كاملة، أمام عمارات كاملة ومباني كثيرة أزيلت من على الوجود، يعني سببها انهيار سدين وجرف المياه أو نزول المياه من مكان السدين إلى هذه المدينة بارتفاع شاهق وبتسونامي كما يقال. وبالتالي يعني مسألة انهيار السدين هناك مسائل فنية ربما يبحثها أعضاء النيابة مع المختصين فنيا فيها، هل انهيار السدين هذا أمر يعني يحدث طبيعي ربما بهذا الشكل أم أنه فيه تدخل آخر بفعل فاعل، أمور عديدة فنية قد تحتاج النيابة العامة لبحثها ومن ثم الانتهاء إلى نتائج التحقيق باتهام عدد، بالتأكيد سيتم اتهام عدد من الناس إن لم يكن عن جرائم عمدية فعن جرائم خطأ وإهمال، والقانون الليبي يعرف الجريمة عن الخطأ والإهمال والتقصير في حفظ صيانة المال العام، هذه نصوص صريحة في التشريعات الليبية. كل من كان له يد في أنه يعني يقلل من هذه الكارثة أو يمنع حصول هذه الكارثة ولم يقم بواجب المهني والوظيفي بشكل ربما يخفف من وطأة هذه السيول، بالتأكيد هو مساهم في حصول هذه الجريمة ولو بالخطأ والإهمال، ويتعين تقديمه للمحاكمة. والكلام النهائي هل هو فعلا له يد في موت هؤلاء الناس وتسبب خطأ في قتل هؤلاء الناس من عدم، هذه مسألة خاضعة لتقدير القضاء في نهاية الأمر يعني. لكن عمل مكتب النائب العام إلى حد الآن يعتبر بالمقاييس الموجودة عندنا في ليبيا عمل ممتاز. سيادة النائب العام كان في درنة بعد يومين من حصول الكارثة وعقد مؤتمر صحفي هناك وشكل لجنة حسب ما سمعتني يقول إنها من 34 عضو نيابة، باشرت التحقيقات هذه اللجنة يعني منذ عدة أيام والأعضاء النيابة موجودين على عين المكان ويقومون بعملهم في كل الظروف يعني المحيطة بالمكان رغم الصعوبات وال يعني المشاكل الكبيرة اللي تواجههم، لكن قائمين بأعمالهم وننتظر نتائج هذا العمل
لكن هو هذا طبيعي، أن نعم النيابة العامة كسلطة يعني موجودة في البلاد للبحث والتقصي حول من يرتكب فعل يخالف القانون الجنائي. شكرا لك. وهنا نعم نحن نعم لما نتكلم عن القانون الجنائي نتكلم عن جرائم عمدية ونتكلم عن جرائم خطية بخطأ وإهمال وتقصير في حفظ المال العام وإهمال وتقصير في أداء الواجب. كل هذه الأمور قد تطال مسؤولين كبار، وقد تطال موظفين بسيطين، وقد تطال بعض الناس المشرفين عليه هذه السدود، وربما تطال بعض المسؤولين اللي أعطوا تراخيص بناء في مجرى الوادي. وكل هذه الأمور ربما مخالفات تحصل أو انحصرت تكون لها سبب، تكون هي من الأسباب اللي أدت إلى وفاة بعض الناس وإلى هذه الكارثة الغير مسبوقة في ليبيا. أكرر من جديد تعازية لكل من فقد أحد من أهله في هذه الكارثة، وإن شاء الله نسأل الله أن تكون آخر الأحزان. نعم، أشكرك المحامي أمام المحكمة العليا عبد الباسط الحداد، كنت معنا عبر الهاتف من مصراتة، شكرا جزيلا لك. سيد مراجع الجزيري، اليوم يعني يمكن أن نقول بأن بدأت الأوضاع تستقر أكثر، وما كثير من عدم الوضوح اللي كان في خلال الأيام الأولى بدأ ينجلي، التقبل الحادثة ربما، أو دعنا نقول تجاوز مرحلة الصدمة إلى المرحلة التي تليها، ربما محاولة استعادة التوازن الآن على اعتبار أن هول الصدمة كان يعني أمر غير مسبوق بالنسبة للجميع، من تعرض من للكارثة من الضحايا في عين المكان، وأيضا من تابع في داخل ليبيا بالعموم. هل يمكن أن نقول بأن وتيرة الأحداث الآن وهي تواكب كارثة غير مسبوقة من هذا الحجم، أضرت بعين المكان ومن فيه، وأضرت حتى بمن هم خارج المكان نفسه، هل يمكن أن نقول بأن هذه الوتيرة تسير بالوضع الطبيعي، أم أن ربما هناك جوانب وقع السهو بخصوصها وعلينا الآن أن نبحث هذه الجوانب ونتدارك ما فات؟ سيد خالد معلش يعني يا ريت تعطيني شويه تعطيني براح، لان انا في حاجه ما قالوليش على عنوان الحلقه، اني انا حنجي نحكي في اطار السيد الصديق الكبير. انا لست رجلا قانونيا، انا كنت جاي نبي نحكي على تو نحن ريت اللي ضرب شي صادت هو، يعني الناس اللي ماتت الله يرحمهم ويسامحهم. أنا جاي نبي نحكي ونبي نوصل صوت الشارع الدرناوي اللي هو الناس حاليا في مشاكل باهي. طيب نبي نقول للدولة الليبية فقط اسمح لي أين سيد أنت سيد من الجزيري. هؤلاء الناس فقط تمام. فقط كلمة قبل أن تستكمل حديثك سيد الجزيري. أنا سألتك مليان مليان بشر، أنا نحكي من جانب إنساني سيد الجزيري، فقط اسمح لي. هل الناس اللي جايين لطرابلس وجايين للغرب الليبي تسمعني؟ من بيهم يعني؟ أنا متواصل مع منظمات طيب. مجتمع مدني، ومتواصل مع يعني إمكانيات محدودة وفزعة ناس، ولكن بعدها ماذا ما مصير هؤلاء الناس؟ يعني لا يعني الحي أبقى من الميت. الدولة ماذا أعدت لهم؟ لم نرى فنادق، لم نرى شقق، لم نرى يعني تو اللي جو العدد البسيط. عندنا أزمة سكن في طرابلس، مصرف ليبيا المركزي دار رابط وحط عليه زي ما تقول شروط نسيب الكاره، إذا كان أنت أعلنت على درنا منكوبة إذا أهل درنا كلهم يستحقوا المساعدة من ناحية إنسانية. تلوث مياه، أنا جاي نحكي بهذا الخصوص، فهمت كيف؟ لأن أنا مانيش راجل قانوني باش نحكي لك يا سيد مراجع الجزيري. سيد مراجع الجزيري لا حتى فأنا حتى تو يهمني يا سيد الجزيري ما تبقى سيد الجزيري. ما تبقى سيد الجزيري. من سيد من, الجزيري. من مواطنين درنا. إذا سمحت لي سيد الجزيري، نعم أنا لم أسألك في شأن قانوني، أنت فضل. ربما فهمت البداية حديثنا بشكل على غير ما كان عليه السؤال. أنا سؤال سألتك على معنى ربما كل شيء وارد. لا خليني بس نوضح لك ثم استكمل، المساحة كلها لك. أنا سألتك على الجانب المعنوي بالنسبة لذوي الضحايا عندما يستقبلوا خبر
هذا التقدم التقدم السريع في التحقيقات بعيدا عن المعنى القانوني والقضائي. سؤالي كان واضح، بدأت معك الحديث بهذا السؤال. سؤالي الثاني، سؤالي الثاني كان تحديدا فيما تتكلم فيه الآن، الجانب الإنساني وما يمكن أن نتدارك مما غفلنا عليه خلال الأيام الماضية بسبب ربما ربكة اللي حصلت نتيجة الحجم الصدمة والكارثة. فالمساحة لك كلها، أنت ربما فهمت سؤالي على غير. يا سيدي نعم. الكريم، أنا عايش الأزمة، عايش الأزمة، وعندي تواصل مع ضحايا الكارثة ويكلموا فيه من المطارات. أنا تو حاليا عاجز أني نوفر لهم سكن في مدينة طرابلس، وأضم وراهم عيال يبي يقروا، وراهم مصاريف، وراهم كذا. المصرف ليبيا المركزي دزلنا رابط، والرابط هذا يبي تحققه. يعني يومك بسنة يموت المواطن أو الدرناوي، يعني لأن الكارثة حدثت في درنا، يعني الناس اللي عندهم الكوارث، والدولة ما زالت تشوف فيها غائب. أنا مش عارف باي الرابط هذا، أنا عبيته اليوم أمتى إن شاء الله. يعني المصرف ليبيا عارف حجم الكارثة، يعني فهمت. وأنا قبلت السيد صديق كبير وقلت له رأي درنا محتاجت لك في هذا الظرف، ما حكيت ليش على الظروف السابقة. يعني حاولوا تسرعوا، ما تبطئوش الموضوع. هذا يسكن في الساحل، لا هذا أكثر ضرر، لا هذا أقل ضرر. هي اللي أعلنوا على درنا قالوا درنا كلها منكوبة. إذن يعني نبوا نتائج، ما نبوش مثلا حاجة بشويش بشويش. تو الناس اللي في مطار الأبرق راكدين في العراء، ما نبيهم باي جولو طرابلس، ما نبيهم. أين الفنادق؟ وين شنديروا؟ نحن مواطنين عاديين ما نملكوا شيء يعني، ولكن قاعدين نتحسروا على أثر الكارثة. نزيدوا في الطين بلة أخرى، حتحدث كارثة في طرابلس. واللي جاي هنا وصل خلاص، ما عنديش منديلة بنديلة حل يعني. حتى هو له حق العيش يعني، جاي يعني طالع من 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 كارثة ومن موت ومن يعني ما يعني مش عارف. هل الناس هذول مدركين بحجم الكارثة؟ أن واحد يشوف أسرته فقدت وكتيبات عائلة أقفلاً، يعني بعد هذا كله الإنسان يش بيتحمل. أنا الفترة اللي فاتت من يومين بس يعني مسكن عائلة في الريقاتة يسمعوا في صوت البحر بس، والله ما جاءوا منهم قسم بالله، قالوا بنطلع ما نقدرش نقعدوا. هذه حالة نفسية مسكين، ماني بعاجة، ماني بيرجع لحالته الطبيعية. باهي هذا الموضوع. الموضوع الآخر عنده أولاد، والله ما تبقى من أولاده، يبي يقريهم، يبي معاش يشوف المنظر المشهد المروع اللي الناس اللي شفاته. والله في ناس كلمني الهلال الأحمر عنده 500 حالة أحياء، ولكن من الصدمة مش معروفين من يعني من هم، هل هم ما عرفش يقولوا أسميهم. باي نحن نقدر نتفرجوا إلى أن يتأزم الأمر أخرى، والله هناك تدخل سريع نشوف الموضوع. ما زال في تباطؤ، يعني المفروض أن الدولة تتحرك وتقدم مساعدات إنسانية، وليبيا خيرها واجد. يعني ليش عندنا مشكلة يعني تحدث لنا؟ والله واحد جايب لي تريلات وتب الناس تتأقلم، مش عارف وين نحطوهن وين نديروهن. لازم يكون في حلول. وشفت وانا نقرأ في أخبار جايبين شركات مصرية، ما مصرية يا راجل، ليبيا بنتها إيطاليا من 50-60 سنة، ما زلت بنجرب في الشعب الليبي أخرى المصرية شي بيبنولنا. يعني إذا كان البناء اللي عندنا قوي وشلات السيل، يعني المصري شو بيدي لي، شو بيبني لي، يعني شو بيقدم لي؟ يا راجل دورونا ناس تبني صح، وناس يعني دارنا هذه ترجع زي ما كانت وأفضل. للأسف الشديد ما زال نشعر به في متاجرة في المواضيع، وربك يستر وخلاص يعني. والخاسر الوحيد اللي هو المواطن الدرناوي أو اللي واقع عليه الكارثة، وربي يفرج علينا وخلاص يعني. بصراحة شيء مؤسف، يعني شيء مؤسف ويندل الجبين. ربي سهل إن شاء الله. طيب أنا سأعود لك لأتحدث معك عن موضوع الإيواء وربما تقديراتكم للأعداد، بما أنك ركزت على الحديث في هذا الجانب. ابقى معي، أستقبل ضيفنا عبر الهاتف من بنغازي، الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي بنغازي توفيق. الشكر، أهلا بك سيد توفيق. بحسب معلوماتي أنت عدت لتوك من مدينة درنا، لو تقدم لنا ولو في عجالة وصفك لكيف تركت المدينة اليوم. السلام عليكم. بس تعديل بسيطة، بحدث باسم الهلال الأحمر الليبي في الأمانة العامة وليس نعم. شكرا لك. عفوا.
الوضع في دارنا لا زال سيء رغم تقديم الخدمات من كل الجهات وكل الأهالي، ولكن أهالي دارنا ما زالوا يعانون من فقد أحبائهم وأصدقائهم وأهليهم الذين لا زالوا يعتبرون مفقودين. بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها أهالي دارنا، تقريبا كل المحلات التجارية مقفلة، الطريق في بعض المناطق صعب للوصول إليها، الأعمال ما زالت جارية سواء كانت من الهلال الأحمر ولا الفرق الأنقاض، بالإضافة إلى لجنة الأزمة التي تشرف على هذه الأزمة. الوضع لا يزال يحتاج تكاتف جهود وتضافر جهود سواء كانت المحلية والإقليمية والدولية. طيب هل تراجعت أعمال الإغاثة؟ أنت تصف الوضع بأن ربما حتى أسوأ من اليومين الأخيرين، هل هناك تراجع في مستوى أعمال الإغاثة، في مستوى تقديم المساعدات؟ أين تجد بأن هناك قصور يجعل السكان يعيشوا هذه المعاناة اللي تتحدث عنها الآن؟ بالعكس، بالنسبة للإغاثة والمساعدات التي تقدم للأهالي من قبل الهلال الأحمر وقبل أهالي من المدن كذلك من لجنة الأزمة، بالعكس المستمرة وكل يوم في الأحسن. في آخر ثلاثة أيام أعتقد أمس وأول أمس أو في أمس الهلال الأحمر الليبي وزع قرابة 8000 حصة. الهلال الأحمر الليبي متبع في الخطة التوزيع أن بالظروف اللي قاعدات تسيرها في أهالي درنا سواء كانت النفسية أو كانت حتى لوجستية من ناحية التنقل، الهلال الأحمر الليبي يصل بالمساعدات إلى كل بيت، أطرق البيوت ونقدم المساعدات. الوضع من ناحية المساعدات مستمر، كذلك حتى في رجوعي إلى مدينة بنغازي تلاحظ سيارات من كل في ليبيا ما زالت تتوافد، بالإضافة إلى الحكومة بالإضافة إلى المساعدات التي تشرف عليها الدولة مستمرات. العدد كبير جدا في، وكذلك نجد صعوبة في مسألة التنقل، ولكن الأمر كل يوم من ناحية المساعدات كل يوم صميم. بخصوص المساعدات وهذا ما لاحظناه يمكن أشير بملاحظة مهمة. نعم. كل الجمعيات الخيرية وكل البلديات وكل من يقدم المساعدة لأهالي دارنا، التركيز دائما يكون على الأكل وعلى الشرب، كذلك على بعض الاحتياجات الأساسية من مفروشات وغيرها. ولكن هناك احتياجات نسائية مهمة وملحة. في نفس الوقت اللي تقدم فيه المساعدات هذه، أحيانا الأهالي تفتحي بطلب هذه المساعدات. هناك عائلات خسرت بيوتها وخسرت كل ما لديها. وحاليا هم نازحون. أنا أوصي كل الجهات التي تعمل في هذا الجانب عن طريق المتطوعات لهذه المؤسسات أن يهتموا بهذا الجانب لأنه يعتبر أمر ملح. طيب اليوم عندما نتحدث عن أكثر من 10 أيام على وقوع الكارثة، ما الذي تغير؟ ما الذي تطور من التعامل مع ما حدث في المدينة؟ هل تم ترتيب الأمور داخل الأحياء التي لم تلحقها أضرار؟ تم توزيع السكان اللي ربما بيوتهم اليوم غير قابلة للعودة والسكن؟ هل هناك، سمعنا أن هناك مدرسة وأكثر تم تحويلها إلى مركز لإيواء السكان المدينة اللي بيوتهم غير صالحة للسكن، هل يتم تطوير العمل على هذه المسائل أم أن الوضع على ما هو عليه؟ صحيح، العمل مستمر طبعا في جهة الوادي اللي تضررت، هو تحديدا اللي هي المنطقة غرب درنا اللي تضرر كبير، وهو اللي تشوفوا فيه مثلا في صور في الفيديوهات اللي تنتشر على القنوات وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة الشوارع البعيدة شبه أغلقت من كثر ما جرفت السيول السيارات والأشياء اللي في طريقها. تعمل اللجان على فتح هذه الطرق ومساعدة السكان في الحركة. صحيح هناك مراكز خاصة بالإيواء، هي ليس معدة ولا تليق بالليبيين. طيب كم عدد المراكز أستاذ توفيق؟ الموجودة في دارنا أعتقد 4 مدارس تشرف الجمعية على واحدة من هذه المراكز الإيواء.
يعتبر متغير العدد احيانا تخرج بعض هذه العائلات تنقل الى المدن الاخرى، ولكن المساعدات مستمره في هذه المراكز. متوسط الاعداد في هذه المدارس او المراكز استاذ توفيق يتراوح على حسب، يعني يتراوح ممكن عند يوصل عند العدد ممكن في المدرسه الواحده الى 150 شخص ممكن. طيب اليوم نحن نتحدث عن مستويات من المتضررين، فيه من بيوتهم تقع في احياء لم يطالها الدمار، في اخرين اضطروا للخروج من منازلهم غادروا المدينة، فيه من بقي داخل المدينة انتقل من منزلة إلى هذه المراكز، فيه من انتقل إلى أقارب داخل المدينة أيضا. هل يتم تصنيف السكان، من هو مازال داخلها، أماكن وجودهم، من غادر، الأعداد غيرها؟ هل هذه الموضوعات بدأت قيد البحث الآن ربما حتى يتم تنظيم عملية حصر السكان المدينة، معرفة مصير كل مواطن منهم، ظروف معيشته، إقامته بعد الكارثة؟ هل هذه مسائل مطروحة الآن أم أن العمل مازال في مستويات الأولى عندما كانت المسألة مسألة توفير احتياجات أساسية، غذاء وماء وغيرها؟ لنا 10 أيام يفترض بالمنطق يعني أن الآن هناك نوع من التطور يفترض في مستوى أعمال الإغاثة والمساعدات. صحيح الامر في بدايه الايام ما كانش بصوره اللي قاعده فيه بعد 10 ايام حاليا. طبعا انت كما تعرف الكارثه في عدد كبير من الضحايا، كانت الاستجابه الاولى من كل الجهات في المدينه، كانت الاستجابه الاولى هي انقاض ما يمكن انقاذه من عدد المفقودين وانتشار هذه الجثث. وهذه خذت تقريبا اكثر من 4 أيام أو 5، صحيح هي مستمره عند اليوم، ولكن الجثث اللي سهل الوصول اليها شبه بدا ينقص عددنا بشكل كبير. احيانا فرقنا تخرج من الصباح تعود للمساء ممكن يكون فشلوا جثه او جثتين فقط. اصبح الجثث في ساعه الوصول شبه بدا يتناقص عددهم. فتره 10 ايام والتنظيم اللي قاعد موجود في درنا مقارنه بحجم الكارثه يعتبر معقول جدا. لدينا فريق خاص بالتقييم يعمل على تقييم هذه الامور. يواصل متكون من جنسين النساء والذكور. النساء تدخل الى البيوت تحكي مع النساء تشوف احتياجاتها تقيم الوضع من الداخل تشوف لو كان في نزوح داخلي داخل المدينه النزوح الخارجي كذلك يتابعه فرق الاحمر الليبي في المدن الاخرى. زاد مساليه التقييم وكل ما زادت عمليه التقييم كل ما زادت تغيرت بعض الاحتياجات الاساسيه والمساعدات. كل ما تطورت نوعيه الخدمه والمقدمه والمساعدات، لكن اعطينا اذا كان في بيانات او ارقام توفرت لديكم الان حتى نقترب من صوره الوضع اكثر. والله مساله الارقام مساله شائكه اصبحت مزعجه حتى لجمعيه الهلال الاحمر الليبي، يعني جمعيه الاحمر الليبي تعمل في الميدان هي احد الاطراف وهي احد المؤسسات المهمة في المدينة ولكن ليست هي الوحيدة. وتدير هذه الأزمة لجنة أزمة تشرف عليها السلطات المحلية. أصبحنا في بداية الأمر نتحدث عن الأرقام، بدأت الأرقام هذه تتأول وكذلك يتم تحريفها وتم نسبها للهلال الأحمر. اكتفينا بمشاركة هذه الأرقام داخليا مع لجنة الأزمة وعن طريقها هي يتم الإعلان. طيب لا تعتقد استاذ توفيق وانت ناطق باسم الجمعيه كامله على مستوى ليبيا بالكامل، لا تعتقد ان هناك مشكله تعدد مسارات في العمل الاغاثي والمساعدات الان سواء في داخل مدينه درنا او حتى في باقي المدن والمناطق المتاثره بالعاصفه؟ يعني لا تشعر بان هناك مركزيه في الإحصاء، في تثبيت البيانات، في تدقيق الأعداد والأرقام؟ هناك على ما يبدو حالة من الفوضى، فوضى أرقام، ولا تجد جهة واحدة يمكن أن تعطي الصورة الكاملة. يعني جمعية الهلال الأحمر تقدم جزء من الصورة، الجهاز الإسعاف والطوارئ، طب الطوارئ أيضا من جهة أخرى، ربما مؤسسات إغاثية تطوعية، أجهزة الدولة، تعددت الأذرع وتفرقت الصورة اليوم من غير الممكن الوصول إلى صورة كاملة.
لماذا يستمر هذا حتى بعد مرور 10 أيام أو أكثر؟ هذا انعكاس لحجم الأزمة. الناس اللي شاهدت الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر وسائل الإعلام هي لم تشاهد شيء من الأزمة الحقيقية اللي موجودة في مدينة درعا. حتى نحن وكنا ننقل في الصورة أحيانا في الأيام الأولى وقتها كانت ما فيش تغطية وكنا مجبرين أن نحن نكون في المغازي حتى نتواصل مع وسائل الإعلام. حتى انتقلنا إلى مدينة درعا اللي موجود في درعا لم يكن سهل، ويمكن أول مرة تشاهد ليبيا. هذا انعكاس اللي ما ذكرته حضرتك، هذا انعكاس لحجم الأزمة. كوارث بالنسبة لنا توصلنا في كوارث طبيعية وكوارث غير طبيعية، وفي بعض الأحيان الكوارث غير طبيعية أحيانا تكون أسهل من الكوارث الطبيعية. ما حدث في درعا حدث لم يكن له سابق في ليبيا، وكان المصاب جلل. الرفقة اللي صارت في ذال نشوفه فيها ونشوفه فيها مثلا كيف ذكرت حضرتك فهو ما نبيش نقول أمر طبيعي، ولكن هذا انعكاس في حجم الأزمة. بالنسبة لنا كهلال الأحمر الليبي يعتبر الوضع يعني خليني أعطيك مثال أستاذ توفيق واعذرني إذا قطعتك. الغرف الفرق الإنقاذ الدولية بمجرد وصولها إلى مدينة درعا قامت بعمل غرفة عمليات مركزية يوجد فيها ممثلين عن كل الفرق الدولية اللي موجودة داخل المدينة، تقوم بتبادل المعلومات، تقوم ربما عمل إحصاءات موحدة لجهود الفرق، مع أن هذه الفرق كل فرقة قادمة من دولة مختلفة. ما الذي يجعل الفرق الليبية لا تنفذ عملية مشابهة؟ ربما ما تقوله أستاذ توفيق يعني محل تقدير دائما سيبقى، لكن مفهوم أكثر في الأيام الأولى خلال الأسبوع الأول 10 أيام، بعد ذلك اليوم أنتم غير محتاجين لنوع من المركزية في العمل على الأقل على مستوى الإحصاءات والبيانات والأرقام. والله بالنسبة لنا كهلال الأحمر الليبي كون جمعية مساندة للسلطات في الأعمال الإنسانية وتحديد محل السلطات، وما شاهدناه خلال العشر الأيام السابقة سواء كان عبر وسائل الإعلام أو حتى منظمات إنسانية تعتبر دولية، ما شاهدناه في مسألة الأرقام وتداولها بشكل عشوائي ونفذ عند بعض الجهات. نحن ننصح ونوصي أن يكون هناك جهة واحدة هي المسؤولة على هذه الأرقام وهذه الإحصائيات، كذلك حتى بعض البيانات اللي هي من شأنها تكون موجهة لمواطنين فرع درعا أو مواطنين مدينة درعا بمسألة الحركة وبمسألة الأعمال الجارية حتى تدخل في المستوى الأول في المستوى الثاني، لأن في مدينة درعا شبه ليبيا كلها موجودة. لو نحكوا على المستوى المحلي شبه ليبيا كلها موجودة في درعا، سواء كان جهات أو أشخاص أو حتى أفراد، الجميع موجود والجميع يعمل في الميدان والجميع يساعد. المسألة كيف هذه تحتاج جهة واحدة تنظمها، وأنا أأمل أن يكون الفترة الجاية على مستوى المعلومات يكون الوضع أحسن. على مستوى الميدان نحن شفنا وشاهدنا التحسن على مستوى الخدمات وتوزيع الأدوار وكذلك المسؤوليات والتنسيق بين الجهات، الوضع أفضل. نتمنى من ناحية المعلومات يكون كذلك حتى هو في تحسن، على أمل أن كيف ما سمعنا أنه حيكون فيه ناطق رسمي لأزمة الأزمة وبدوره هو يحقق نتائج عمل في شرق هذه المجموعات. شكرا لك ناطق باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق، شكرا كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. تقدر اليوم نسبة الأضرار في البنية التحتية بالمناطق المنكوبة شرق ليبيا بسبب عاصفة دانيال بنحو 70% بحسب رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور حسين سويدان. سويدان أشار إلى أن 11 جسرا انهارت جراء السيول، منها جسران يربطان درعا بسوسة والقبة وستة أخرى داخل مدينة درعا وثلاثة جسور في الطرق الممتدة بين شحات وسوسة. نشاهد أولا جانبا من توثيق مصلحة الطرق والجسور للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في هذا الفيديو.
في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من طرابلس رئيس غرفة طوارئ بمصلحة الطرق والجسور حسين سويدان. ورحب بك مهندس حسين إذا كنت في الاستماع. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. نسبة 70% أضرار لحقت بالبنية التحتية في المناطق التي تعرضت لعاصفة دانيال شرق البلاد. ما الذي تعني هذه النسبة، هذه التقديرات التي قدمتها غرفة طوارئ بالمصلحة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعزي أنفسنا وأهلينا على شهداء الوطن، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. أما فيما يخص نسبة الإنجاز اللي قدمتها المصلحة، تخص بنسبة الإنجاز لشبكة الطرق العامة بالمناطق المنكوبة. أما فيما يخص البنية التحتية، فتم تحديد عدد الخسائر في البنية التحتية عن طريق جهاز تنفيذ الإسكان والمرافق. طبعا منذ حدوث الكارثة في هذه المناطق المنكوبة، تم تشكيل فريق فني بتعليمات من السيد رئيس الحكومة وكذلك السيد وزير المواصلات للذهاب إلى المنطقة الشرقية والبدء فورا عملهم لفتح المسارات وتمهيد الطرقات أمام فرق الإنقاذ والإغاثة. وهذا تم بالفعل بالتعاون جميع الأطراف، سواء كانوا شركات من المنطقة الغربية أو من المنطقة الشرقية، معظمهم حقيقة يشتغلوا بالأعمال التطوعية وبارك الله فيهم. طبعا تم الانتهاء من هذه المرحلة والدخول في مرحلة تقييم الأضرار. فالفريق الفني انتشر بكامل المناطق المنكوبة في المنطقة الشرقية، وتم حصر وتقييم هذه الأضرار وعودة الفريق الفني هذا المساء إلى طرابلس بتجميع كافة البيانات. هذه البيانات تحتاج إلى تحليل وإعادة صياغة وترتيب، نحتاج إلى 4 إلى 5 أيام لتقديم تقرير كامل وشامل لشبكة الطرق العامة. طبعا هي شبكة الطرق العامة اللي موجودة حاليا أسست في نهاية 1970 القرن الماضي، وتم تحديثها في 5 سنوات قبل ثورة 17 فبراير، وكذلك بعض القطاعات أو التعاقدات تم تنفيذها عن طريق عودة الحياة خلال سنة 2021. فشبكة الطرق ضخمة، وللأسف تأثرت تأثير كبير من إعصار دانيال. سرعة الرياح فيه كانت تقدر ب 251 كيلومتر في الساعة، فسرعة رهيبة وإعصار قوي، فدمر معظم العبارات المائية الموجودة بالمنطقة الشرقية. لا يخفى عن الجميع أن طبيعة المنطقة الشرقية طبعا طبيعة جبلية، معظم المدن والقرى تربطها عبارات مائية للربط بين هذه القرى والمدن، فتم انهيار هذه العبارات بنسبة 80%، مما أدى إلى قطع هذه الطرقات والتواصل بين الأهالي والسكان، وتم استعداد تحويلات مؤقتة لاستخدامها من قبل الأهالي. أما فيما يخص الجسور، طبعا عندنا 9 جسور رئيسية، 5 جسور في مجرى الوادي انهارت بالكامل، بالإضافة إلى جسر الميناء المزدوج انهار بالكامل، بالإضافة إلى عدد 2 جسور رئيسية رابطة مدينة درنة بالقبة وكذلك درنة بسوسة، وثلاث جسور أخرى بطريق شحات سوسة، وكذلك انهيار الجسر الحديدي التاريخي في وادي الكوف، وهو رمز من رموز حركة الجهاد الليبي. نعم باش مهندس، فيما يتعلق بالعبارات، الملاحظ من الفيديوهات اللي تم تداولها بعد وقوع الكارثة، سواء العدد أو التصميم، تصميم العبارات صغيرة السعة أو الحجم، لا أعرف التعبير المناسب، وعددها قليل بالنسبة لوجودها على الطرق في انحدارات تقريبا بزاوية قائمة بين خاصة في المناطق اللي هي قريبة جدا من الساحل والشاطئ تحديدا. هل كانت هذه المسألة غايبة مع توارد الأخبار على قدوم الإعصار وربما توقعات الهطول الكميات الكبيرة من الأمطار وغيرها، هل كان من الصعب أن يتم تدارك هذه المسألة، قلة العدد
وصغر حجم العبارات بينها وربما فتح عبارات إضافية استثنائية غيرها، هل كان هذا في ورد حساباتكم؟ طبعا من الصعب جدا طبعا أثناء تصميم يعني هذه العبارات في حقبة الستينات والسبعينات أثناء إنشاء هذه الشبكة، طبعا كانت المعايير والتواصل مع المرصاد الجوي وأخذ في الاعتبار يعني معدل هطول الأمطار في هذه المنطقة، فكان تصميمها في ذلك الوقت يعني مناسب لتدفق المياه في فصول الشتاء، ولكن حجم هطول الأمطار من المصاحب لإعصار دانيال كان يعني كبير وكبير جدا، فنلاحظ يعني العبارات كان تنفيذها جيد، معظم العبارات يعني لاحظها ان هي قاعده في يعني موجوده في مكانها لم يحدث اليها شيء، ولكن الانهيار كان بجانب هذه العبارات لسرعه يعني المياه وربما لان اعدادها قليله نسبه لمثل هذا الطقس يا باشمهندس، ربما اعداد هذه العبارات كانت اقل من انها تتعامل معها العاصفة اللي شهدتها مناطق شرق ليبيا. هي بالتأكيد لم تستوعب هذه العاصفة، هذه الأسباب اللي أدت لانهيار يعني هذه العبارات، ولكن العاصفة غير مسبوقة ويعني معدلات هطول الأمطار لم تحدث في تاريخ ليبيا أبدا، معدل هطول الأمطار في الساعة، وكذلك سرعة الرياح، سرعة الرياح اللي صاحبت أعصار دانيال كانت 251 كيلومتر في الساعة، وهذه السرعة لم تسجل في تاريخ ليبيا أبدا، فكانت يعني ظاهرة طبيعية قوية لم تصمت أمامها شبكة الطرق العامة، نهيك على انهيار سدين يعني في مدينة درنة، ولكن حاليا بعد عودة الفريق الفني وتجميع كافة البيانات حيتم يعني تحليل هذه البيانات ووضع أسس متينة وزيادة في حجم العبارات في بعض الوديان التي حدثت فيها كارثة من هذا النوع، خاصة ونحن ما زلنا في بداية ربما موسم الأمطار والحديث عن التغيرات المناخية أصبح يعني هو الحديث السائد في 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 العالم كله تقريبا. قلت لنا 70% هي نسبة إنجاز باشمهندس، حتى أصحح أدقق معك فقط النسبة، عندما صرحنا ب 70% 70% اللي هي نسبة إنجاز الفريق الفني على الأرض، ولكن انهيار شبكة الطرق العامة كانت كعبارات مائية بنسبة 80%، شبكة الطرق العامة الخسائر بها تقدر ب 50% باستثناء يعني مدينة درنة، انهيار كامل لشبكة الطرق العامة في مساحة 900,000 متر مربع، هذه يعني 30 كيلومتر موجود بها 30 كيلومتر من شبكة الطرق العامة بالكامل، هذه موجودة حاليا يعني في البحر للأسف الشديد، يعني كانت هي مدينة درنة أكثر ضررا، والضرر هذا لحقها بسبب يعني انهيار السدين لم يصمد أمام هذه الشبكة. طيب السبعين في المئة نسبة إنجاز الفريق الفني تقصد نسبة عملية المسح اللي تمت في المنطقة؟ نعم. طيب هل هناك تقديرات مالية الآن توازي حجم الأضرار اللي تم رصدها في مقابل 70% هذا؟ والله نعم تقديرات مبدئية لا نستطيع يعني البوح بها حاليا، لكن خلال 4-5 أيام حيكون عندنا رقم حقيقي أو قريب جدا للحقيقة نقدر يعني نعلنه عليه بعد يعني تحليل البيانات الواردة من الفريق الفني هذا اليوم، فالعملية هذه تحتاج من 4-5 أيام للوضع التقديرات المالية الحقيقية والإعلان عنها وإحالتها للسيد الوزير للإجراءات اللازمة بالخصوص. نعم شكرا لك رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور المهندس حسين سويدان، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا. أرحب بضيفنا من طرابلس أيضا عبر الأقمار الاصطناعية رئيس المجلس المحلي درنا سابقا عوض العرج، وأعتذر منك شديد الاعتذار لأننا أطلنا في استقبالك
يعني ربما حوارنا مع الضيفين الأخيرين أخذ استغرق الوقت أكثر من التقديرات، على كل كامل الاعتذار لك، وأبدأ الحديث معك باعتبار أنك كنت تشغل صفة رئيس المجلس المحلي درنا سابقا، أنت بالتأكيد على دراية واطلاع أكثر من غيرك بما يتعلق بالجوانب الخدمية في مدينة درنا. لو أبدأ معك الحديث بالسؤال، كيف تقدر حجم الخسائر التي تعرضت لها المدينة جراء الإعصار الآن، خاصة مع تواتر التقديرات والأرقام والتعدد مصادر البيانات والتصريحات بهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إن الكارثة وحجم المصاب كبير، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. مدينة درنا تعرضت لهذه النكبة التي كانت من النكبات الطبيعية، ولكن من خلال الخسائر كبيرة جدا، وهي خسارتنا في أحبابنا وأهلنا في مدينة درنا. نحن لا نستطيع أن نتحصل على بيانات واضحة نظرا للتخبط التي لا زال مستمرا حتى بعد مرور 10 أيام في إدارة الأزمة في مدينة درنا. ليست هناك شفافية، ليست هناك ضبابية في المشهد في مدينة درنا. أناسنا من داخل المدينة يطمنون ويبعثون لنا برسائل طمأنة، وإن شاء الله تكون الأمور في غاية يعني في يسهلوا للناس. أنا أريد أن أعرج على نقطة محددة في من خلال متابعتي للإخوة الذين تحدثوا عن أن القضية ليست قضية انهيار سدين في مدينة درنا، والمحاسبة أو التحقيقات لا يجب أن تتجه إلى هذا الاتجاه، أن هناك تسيب في الدولة في الخارج. التسيب مازال مستمر في الدولة، والفساد مستشري سواء كان في الشرق أو في الغرب. القضية الأساسية التي يجب أن نحقق فيها الآن هو تقاعس الجهات المسؤولة على مدينة درنا من اتخاذ الإجراءات الوقائية للناس الذين قضوا في هذه الكارثة. إن حجم المياه التي دخلت لمدينة درنا لا يمكن أن يتصورها شخص بعيدا عن مدينة درنا ولا يعرف مدينة درنا. حجم المياه التي دخلت إلى مدينة درنا تقدر بأكثر من 100 مليون متر مكعب. حجم السد الخزان حجمه 35 مليون متر مكعب. ما دخل إلى المدينة حسب تقديرات بعض القنوات الإعلامية تعدى 100 مليون مكعب متر مكعب، وهذه مياه غمرت المدينة. وأهل المدينة الناجين قالوا أن طوفان يوم القيامة، شهدنا يوم القيامة في مدينة درنا. أنا أطالب النائب العام والجهات المسؤولة على التحقيقات أن تحاسب أو تحقق في عدم تولي أو عدم إدراك المسؤولين للأخطار التي قد تتعرض لها المدينة نتيجة لهذا الإعصار الجارف. قبلها بيومين أو ثلاثة تعرضت اليونان لهذا الإعصار الجارف، فكان هناك مؤشرات خطر كبيرة جدا، وحتى السدود يجب أن تكون هناك عليها رقابة وإنذار مبكر لما يحدث. كمية المياه التي هطلت في هذه المساحة تقدر ب 400 تقريبا ب 400 ملي. هذه الكميات لا في بعض السنوات لا نستطيع الحصول على 250 ملي متر من المياه. أشير هنا إلى أن التحقيقات يجب أن تحاسب المسؤولين وتحقق في ملابسات التي حدثت ليلة ويوم السابق لانهيار السد.
بالنسبة للسد والتصريف المياه الزائدة أو التخفيف منها، وادي درنا كان هناك أطفال الساعة 12 في وسط مدينة درنا يصورون الوادي. أنا لما شفت الوادي والمياه المياه كانت بكمية كبيرة جدا، كان هذا إنذار مبكر لإخراج أهالينا من مدينة. وضع المشكلة كلها في السدود ليست صحيحة. الأمر كارثي والموضوع يستحق التحقيق في هذا ومحاسبة المقصرين. طيب ما تقوله واضح سيد عوض، لكن الآن بما أن النائب العام فتح تحقيق في هذا الموضوع، في انتظار أن تظهر نتائج الأولية على الأقل للتحقيق حتى يصبح قابل للنقاش، لكن وجهة نظرك واضحة بشكل كامل. أعتقد لو عدت معك لواقع المدينة اليوم في داخلها بعد أكثر من 10 أيام من وقوع الكارثة، ما زال غياب مركزية العمل في داخل المدينة على ما يبدو يؤثر على تطور جهود الإغاثة وانتقالها من مستوى تقديم الاحتياجات الأساسية للسكان إلى ربما البحث في احتياجات أخرى، العمليات الإيواء، عمليات الكشف عن مدى سلامة المساكن التي لم تتعرض للضرر بشكل كامل وقابلية أو أهليتها للسكن مرة أخرى. ربما هناك مستويات أخرى من العمل يجب الآن الولوج إليها والبحث فيها. كيف يمكن أن نحرك مثل هذه المسائل حتى تصبح محل اعتبار ومحل نظر من قبل المسؤولين أو القائمين على جهود الإغاثة والمساعدات؟ أنا سبق أن تحدثت أن هناك تخبط وعشوائية في إدارة الأزمة في مدينة درنا من أول 3 أيام، لكن الآن وصلنا إلى اليوم 10 ودخلنا في المرحلة الثانية من مراحل الأزمة. الآن أناشد المسؤولين على توفير مساكن جاهزة في محيط المدينة. يعني أنا حزين جدا لأن أسمع أن هناك مدارس فتحت لإيواء سكان المدينة في المدارس، بينما هناك جهات أبدت استعدادها من أول يوم لتوفير مساكن جاهزة على تخوم المدينة. هناك مناطق يستطيعون أن يضعوا فيها مساكن لسكان المدينة ومؤقتا إلى حين أن يبنوا المدينة. أتابع على كل يوم عن طريق الهاتف بالاتصال بأهالينا في مدينة درنا، وهناك اليوم رجعت التغطية وطمأنونا وهناك تحسن ملحوظ. بالنسبة للأغذية والطعام والشراب والأدوية أيضا والمعدات الطبية، هناك فائض في المدينة بحسب ما سمعنا من مسؤولين، ولكن هناك بعض الأدوية التي لها خصوصية خاصة. مثلا عندنا 50 حالة غسل كلى يحتاجون إلى هذه الأدوية المتخصصة، أما الباقي فهم يحتاجون إلى مثلا المستشفى غير قادر على استيعاب الأعداد، يحتاجون إلى مقر للمستشفى. بالنسبة لداخل المدينة الأماكن المتضررة الدخول فيها عن طريق يسمح لأهالي المنازل الموجودة في داخل المدينة بأن يدخلوها على أرجلهم، وإذا كان حد يقعد في البيت متاعه لحراسته أو لأنه يستطيع أن يقيم فيه فالأمر متاح لهم. أما دخول الناس إلى الأماكن المضررة للمتضررة لمجرد التصوير أو أشياء أخرى فهذا ممنوع، وأنا أحيي جهود القائمين على حماية الأمن في مدينة درنا.
وأحثهم على التعاون مع أهاليهم وحسن التعامل معهم، لأن لا زالوا أهالي مدينة تحت صدمة ما حصل لهم، فيجب أن يعاملوهم معاملة خاصة ويأخذوا العامل النفسي في الحسبان. واضح تماما. إذا يمكن ابقى معي سيد عوض، أرجع أعود معك لنتحدث في جانب الإيواء أكثر لأهمية هذا الموضوع بعد مضي كل هذه الفترة من وقوع الكارثة. قبل ذلك استقبل عبر الهاتف عضو المجلس البلدي من الجبل الأخضر، تحديدا عضو المجلس البلدي الساحل سيد إدريس ونيس، وأيضا مدير مستشفى بطة الدكتور نجيب إبراهيم. أبدأ معك دكتور نجيب إذا كنت في الاستماع، يعني منطقة بطة ربما كانت من المناطق اللي تواترت الأنباء منها منذ الساعات الأولى من دخول العاصفة إلى شرق ليبيا، وظهر واضح من البدايات اليوم الأول أن المنطقة غمرت بالمياه بشكل كبير، وحتى نداءات الاستغاثة كانت في ساعات، يعني في الساعات الأولى من بداية العاصفة. كيف هي الأوضاع الآن دكتور؟ كيف الوضع الصحي؟ كيف عادت الحياة إلى هذه المنطقة؟ وكيف يتدبر الناس أمور حياتهم بعد 10 أيام أو أكثر من وقوع الكارثة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك يا دكتور. لقناتكم الموقرة. نعم نعم مرحب بك دكتور. أهلا بك. أهلا بك. عموما الحمد لله تو نعيش أوضاع الاستقرار، وبدأت الحياة تعود وبدأت الطرقات تفتح الآن، يعني الحمد لله شركة الكهرباء تعمل، بدأ الكهرباء يرجع المناطق تدريجيا، والحمد لله كنا على تواصل مع الحكومة ولبتنا يعني بعض الاحتياجات الطبية. الآن المستشفى يخدم بشكل كويس وبشكل مريح، الطرق توا انفتحت بين البياضة، طرق الساحل، الطريق الساحلي بين البياضة اللي رابطة بين البياضة والمرج وبطة، بدأت الشركات يعني تباشر شغلها، والوضع يعني أفضل من أول أيام العاصفة، ولله الحمد يعني الأمور إن شاء الله في الأفضل يعني. طيب الاحتياجات السكان في المنطقة مؤمنة، كيف تصل الإمدادات دكتور بالنسبة للمواد الأساسية والاحتياجات اليومية لعموم سكان المنطقة؟ والله هي توصل عن، طبعا في الاول هي توصل عن طريق الاغاثه وعن طريق المعاونات والمعاونات الفائزه من اخوتنا من المنطقه الغربيه، لكن الحمد لله يعني بدات المحلات تفتح وبدات المخابز تشتغل وبدات يعني الحياه تسترد تدريجيا، وبدأ الوضع أفضل يعني من ما سبق يعني، وتم حتى الحكومة بالنسبة للفرق الطبية رتبوا يعني شغلهم وعرفوا من نقاط المستشفيات اللي يخدمها المستشفيات الميدانية، وتلقينا يعني حتى بالتنسيق مع الخدمات الصحية في الساحل بدأوا يعني سالفة عن طريق مصدر التطعيمات بدأوا يعني يصرفوا في التطعيمات وتوفير الاحتياجات الصحية أو الرعاية الأولية. يعني الوضع الحمد لله اليوم يعني احسن افضل من سبق يعني. تقول تطعيمات، تتحدث عن تطعيمات دوريه دكتور او تطعيمات خاصه بنتائج وتداعيات العاصفه؟ والله هم تو ما هم على طبعا يصرفوا حسب المركز الامراض الساريه والمتوطنه على اتصال بهم، ان كل مره يصرفونهم في تطعيمه، وعندك حتى تطعيمات يعني اليوم الوحده الصحيه كنت نشوف ان طلبه المدارس وعفاف ان المدرسة تبدا في شهر 10 يمكن، حتى طلبه المدارس يعني توافقوا باش ياخذوا التطعيمات قبل بدايه الدراسه يعني. اجمالا دكتور من الناحيه الطبيه كيف تصف الوضع الصحي؟ لان كان هناك حديث عن ربما مفقودين الى حد الساعه في بعض المناطق، ربما بطه من بينهم،
وعن ربما بعض الجثامين اللي جرفتها السيول واصبحت تحت الطمي، وبالتالي الوصول اليها متعذر الى هذه اللحظه. ربما هل 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 منطقه بطة من المناطق اللي حصلت فيها مثل هذه الاحداث ايضا؟ والله هي منطقه بطة طبعا حاله الوفيات حاله واحده للحاج عثمان بخويد، ان شاء الله تقبل الله برحمته. اما الحالات الاخرى انا كنت بكري على اتصال مع الانقاذ ما طميته، جهاز الانقاذ طميته، فقال لي ان في اخبروني ان في جثامين من خارج البلديه، يعني ما زال يلقوا في السهول وفي الاوديه، وعندي اليوم العشيه في وادي مشهور اسمه مديونس، يقول وادي مديونس يستخرجوا منه في جثه، وما زال في لكن هم طبعا من خارج البلديه، واخبرني ان هم متمركزين شرق ميناء درنا، بحيث انه ما زال في جثه وما زال في عدد يعني كبير، قال لي ان ما زالوا يستخرجوا فيهم، وما زال فرق الانقاذ الدوليه لان هم اللي عندهم الغواصين هذه في امكانيات يعني امكانيات افضل، فهم اللي يستخرجوا في الجثه من خارج من 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 شرقي ميناء درنا، يعني انت هو ما زال متمركزين شرقي ميناء درنا. مدير مستشفى بطة دكتور نجيب إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفنا عضو المجلس البلدي الساحل السيد إدريس أونيس، أهلا بك أستاذ إدريس، واعذرني أيضا الإطالة ربما لأن تحدثنا ربما مطولا للدكتور نجيب حول الأوضاع في بطة. فيما يتعلق بالوضع في الساحل أستاذ إدريس، كيف هو الوضع لديكم؟ أستاذ إدريس إذا كنت في الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم أنا في الاستماع. نحن بالنسبة لبلدية الساحل اللي هي من ضمن أحد المدن متاعها اللي هي مدينة بطة اللي كنت تحكي مع الدكتور نجيب مدير المستشفى، هي أول المدن المتضررة من الإحصار. عامة بلدية الساحل كان فيها حوالي 32 شهيد، نحتسب مع عند الله شهداء مفقودين. كيف نوع الوفاة أستاذ إدريس؟ وفيات في نفس اليوم ولا مفقودين وتم العثور على جثامينهم بعد عمليات البحث؟ الوفيات في نفس اليوم كانوا حوالي 12 حالة، وبعدين عثروا على حوالي 20 حالة ثاني يوم، بالإضافة لأكثر من 120 حالة هذين من خارج البلدية، يعني من تم العثور عليهم في منطقة الحمامة الحنية، منطقة جرجرمة التي لازالت الجثامين مكدسة فيها تحت الركام الأشجار والأعمدة الكهرباء اللي جرفها السيل ووضعها على ساحل البلدية. في فرق إنقاذ موجودة في المنطقة تقوم بعملها أو ما زالت الحالة في انتظار وصول الفرق؟ فرق محلية وشباب متطوعين من بعض المدن المجاورة. اعذرني أستاذ إدريس حتى يكون المشاهد على اطلاع أكثر، بلدية الساحل تضم عدد من المناطق، لو تعطينا هذه المناطق في عجالة أستاذ. منطقة الحديد، منطقة كفنطة، منطقة الوردية اللي هي حدثت بها كارثة اللي هي زلت مباني بأهاليها، منطقة زاوية العرقوب، منطقة قصر ليبيا، منطقة ميراد مسعود، سيدي نوح، سيدي إسماعيل، البياضة، الاسطاطة، بطة، الميثة، بترابة، هذه مجمل مناطقها هي تحتوي على 18 محلة و20 تجمع سكاني. 18 محلة و20 تجمع سكاني. نعم.
ايوه، وتحوي حوالي 96 الف نسمه من السكان المسجلين، غير القاتلين غير مسجلين في السجلات المدنيه. لما تقول 96 الف نسمه استاذ ادريس، قد يبدو العدد لا يعكس حجم البلديه، بلديه الساحل، لكن طبيعه البلديه انها مناطق مفتوحه وممتده في تضاريس جبليه بين ارتفاعات وانخفاضات. هذه الطبيعه للمنطقه، هل الان الطرق فيها اصبحت يعني مفتوحه بالكامل بحيث ان من الميسر التنقل بين مناطق البلديه، ما زلت تواجه مشكله انقطاع الطرق؟ البلدية تمتد على مساحة 160 كيلو متر طولا، في 40 إلى 60 كيلو متر عرضا. الطرق ما بين المناطق تتراوح ما بين 7-8 كيلو متر إلى 30 كيلو متر، منتشرة على مختلف مناطق البلدية. هي بلدية ناشئة حديثة، وطبعا الطرق فيها متهالكة قديمة، أغلبها تقطعت هذه الطرق وانجرفت بواسطة السيول، وحاليا جاري العمل على فتح مسارات والبدء في صيانة هذه الطرق. هي كانت تابعة بلدية الشحات سابقا؟ لا لا لا، هي كانت مقسومة نصفين، جزء تابع لبلدية البيضان، نصف الشرقي والنصف الغربي كان تابع لبلدية المرج. هي تمتد من البحر، من مدينة توكرة إلى مدينة شحات، ومن الجنوب من منطقة العويلة إلى منطقة مت. طيب الآن طبيعة الحياة في بلدية الساحل عادت لي لسابق وضعها قبل العاصفة، ما زالت هناك ربما بعض الجوانب لم يتم تأمينها حتى الآن وفي انتظار أن يتم التعامل معها؟ زي ما قلت لك، المنطقة هذه كانت مهمشة بحكم أنها كانت تابعة لعدة بلديات أخرى، ولكن صعب جدا أن تعود كيف ما كانت. يعني نعالجوا في المشاكل الآنية حاليا توا، وبدينا نحاول نرجع البلدية على الأقل حتى إلى وضعها السابق على مراحل، يعني لكن صعب إعادتها في وقت قريب. يعني حجم الأضرار المادية أستاذ إدريس، هل كان كبير في مناطق البلدية؟ كان كبير جدا قياسا لعدد سكانها في كل منطقة. يعني مثلا منطقة البياضة غمرتها المياه، الموقع متاعها يعني كان خاطئ البناء فيه، يعني حتى الموقع المدينة بالكامل، يعني وكانت محتاجة لبناء سدود وأقل شيء يكون فيه خندق من ناحية جنوبية يغير مسار المياه عن المدينة. فكانت هي كل سنة تغرق، ولكن كانت يعني بنسب بسيطة يعني، لكن السنة الكارثة كانت كبيرة. يعني احنا صح بلديتنا لان كنت ترقى الى مستوى المدينة الحبيبة درنا، لكن كانت فيها اضرار كبيرة في المساكن، في الارزاق، في المزارع، في الارواح. في نفس الوقت البنية كانت متهالكة وضعيفة فانهارت بسرعة. يعني الترتيب الآن لإعادة ترميم هذه الانهيارات وغيرها، كيف يتم التواصل مع الجهات الرسمية في الدولة لمحاولة ربما التأمين على الأقل المعالجات الأولية السريعة اللي قد تعيد الحياة لسابق عهدها؟ والله يا حكومة الوحدة الوطنية مشكورة، يعني بعثت كافة الأجهزة اللي هي موجودة عندها، وزارة البلدية من جهاز الطرق والجسور، من البنية التحتية، كان يعني فكان فيها تواصل كبير من الأجهزة هذه، ونحن قاعدين نشتغل معهم ونحاول قدر الامكان ان نحن نحاول نرد البلديه كيف ما كانت، او على الاقل تكون مناسبه للحياه فيها. يعني طبعا البلديه هذه بيشتغل على فكره، هي ممتد على ساحل البحر، نصفها مناطق جبليه رعويه وزراعيه، ف
فحتى تضاريسه صعبة شوية حتى في التنقل وفي الطرق، أغلب طرقها زراعية فكانت هشة سهلة الانجراف يعني. نعم، أشكرك عضو المجلس البلدي الساحل إدريس ونيس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفنا أيضا عبر الهاتف من سوسة، الناشط في ملف الإغاثة، أسعد بوزعترة. أهلا بك أستاذ أسعد. في سوسة أيضا يعني حجم الأضرار كان في مستويات ربما من المناطق اللي كانت فيها أضرار واسعة للأسف. كيف تسير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات في هذه المرحلة أستاذ أسعد؟ أهلا وسهلا بك. أهلا بك عبد الرحيم. بالنسبة للإغاثة حتى اللحظة نقدر نقول نحن محيطين يعني تمام، وفي إغاثة توصل من جميع المدن، وصلت الأمم المتحدة أيضا بعثت سلة غذائية كانت هدية من الشعب الياباني. نحن في انتظار أيضا مساعدات دولية أنها حتوصل ممكن في اليومين، لكن في مشكلة حتواجهنا اللي هي أن نزوح السكان مدينة الدهنة. حاليا تو في ممكن عائلات بسيطة وصلت، فالعائلات هذين ممكن حجم الإغاثة مش هيغطي. فالحمد لله يعني حتى الآن حتى اللحظة الأمور تحت السيطرة. حالة النزوح تتم، عائلات تنتقل للسكن مع أقاربها وفي مراكز مخصصة للإيواء؟ لا، هم يسكنوا عند أقاربهم حتى اللحظة اللي وصلنا معلومات عليه يسكنوا عند أقاربهم. يتم قيد وتسجيل الأعداد الآن، لأنك تتحدث عن أن ربما مخاوف من أن المخزونات المواد الأساسية قد لا تكفي مع ازدياد الأعداد، هل هذا يعني أن الأعداد كبيرة؟ لا، حتى اللحظة ما هيش كبيرة، أما كلهم اللي ساكنين عند أقاربهم يعني. نحن الخوف مثلا اللي هيكون مثلا في نزوح كبير يعني. يعني نسأل الله أن مثلا تم ضرت الشكل اللي قبل قرنا كلها تطلع يعني. واضح، لكن نحن تو أصبحنا في وقت ما عادش نبدأ، ما تقدرش أنك تخمن أو تشوف يعني كنا تقول لا ممكن هذه تسدني أو هذه ما تسدنيش، أنا أصبح ما تقدريش أنت شو الوضع اللي قدامي يعني. فوصلت الصورة. نعم، فيما يتعلق بأعمال ربما المساعدة في الأضرار، في مجال الأضرار اللي لحقت بمناطق سوسة، كيف هو الوضع؟ كيف التخديرات بالنسبة للجهات المسؤولة إذا كانت في جهات قدمت من خارج سوسة لتقديم المساعدة على مستوى الإنقاذ على مستوى غيرها؟ حجم الأضرار أيضا كيف هي تقديراتكم؟ والله بالنسبه لنا ما مش مطلع بشكل كبير يعني بالناحيه برامج الاعمال للحكومات في برامج اعاده الاعمار او في وشغل مثلا البحث الجنائي في الثقافه يعني الجثث او شغل الهلال الاحمر او شغل مثلا البحثات اللي جت من خارج الدوله. لكن ما نشوفه فيه يعني انه نشوف عارفين كيف نشوف فيه مثلا يشتغلوا يعني بشكل مستمر يعني الأعمال ما توقفتش، لكن هنا نقدر نعطيك أرقام أو نفيدك بشكل عام. نعم، بشكل عام يعني الشغل على قدم وساق يعني حسب ما نشوف فيهم يعني. يعني لكن احنا عندنا مفقودين ما زالوا ما لقوهم حالهم يعني، لكن الأمور هذين عادة تكون المعلومات كاملة تكون عند الهلال الأحمر عند المستشفى عند البلدية عند الناس اللي متخصصة، لأن سوسة العمل قسم كل حد مثلا استلم موضوع معين انه يفضى يعني صار يفرغ نفسه له حتى لما ما يحدش يخطط الخطوط الاخر وتسبه زي ما تقول رفقه في العمل. نعم. فيما يخص المفقودين قبل ان اختم معك استاذ اسعد، هل الاعداد المفقودين كبيره؟ شوف احنا انت عارف بحكم انها مدينه سياحيه فيصير زوار من الخارج يعني بشكل كبير يعني، خاصه لما كانت نهايه فصل الصيف يعني وقبل بديت الدراسه، فكانت يعني احنا المنطقه اللي تضررت هي المنطقه اللي تواجد فيها الاقتراحات والشريهات بتاعت الايجار اليومي. فممكن يكون في ناس من خارج البلديه ما فيش حد علم عليها في المعقول يعني. فما نقدرش ان انا اعطيك معلومات حتى على سبيل التقدير، غير من غير الممكن الوصول ربما الى تقديرات قريبه من الواقع. اشكرك
الناشط في مجال الإغاثة أسعد أبو زعيترة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من سوسة. أعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية. سيد مراجع الجزيري، إذا ما تحدثنا عن ربما ملف الإيواء الآن، خاصة وأن ربما مدينة درنة أكثر مدينة اليوم في حاجة إلى ربما تنظيم هذا الملف تحديدا، البعض السكان ما زالوا يقيموا في داخل مدارس تم تحويلها إلى مراكز إيواء، كيف يمكن تسريع مسألة عملية الإيواء بحيث يتم توفير المسكن اللائق لكل من فقد مسكنه من سكان مدينة درنة؟ جايك بالرد الشافي والكافي. شوف عزاز نفس، من شدة الجوع شبعنا. بالنسبة لي أنا عندي بيتي في قلب مدينة درنة، هاي معروف في وسط البلد، بيت من 3 أدوار، جيت حطني في مدرسة، لا والله ما قالها ربي، يا دولة قام عزي معاي أنا نبيع لك البيت تعطيني تعويض، مش تعويض، بيع وشراء، باهي بيع وشراء، ونطلع بفلوسي ونسكن وين ما نبي في ليبيا، ليبيا أرضي وطني نعيش فيه زي ما نبي. ويوم اللي انت تدير لي درنا دبي، تديرها لي منهتل، تديرها لي، هذين الحلول الجذرية. أما أنا جيت تبني لي براكة ولا تريلا من حوش كنت عايش فيه محترم بعزة نفسي، تحطني في مدرسة وتقول لي لا لا، في حلول، في حلول، في الحلول، ان الارض هذه اللي في وسط البلاد يعني انا نبيع ونشري مع الدولة بذهبها بنقودها باللي مدفون فيها، نبيع ونشري وتعطيني حقي مزبوط، ونمشي نسكن في طرابلس، نسكن في مغازي، نسكن في القبة، نسكن ومن نسكن في داخل دارنا، في الفتايح، في شيحة، يعني في بيوت، وبالعكس ممكن نكبروا المدينة، ووسط المدينة اللي هو اللي فيه الكارثة. يوم اللي تديرها لي الدولة زي ما يحكوا هم حيبنوه ويجيبوا لي شركات مصرية، وأنا متأكد شركات مصرية حيقبضن حق شركات ألمانية وأمريكية وإلى ذلك، فهمت؟ فأنا بالنسبة لي نحكي على شخصي، أنا نبيع للدولة، نبيع ونشري، الأرض هذه ما تمشيش هباء، يعني تأخذها الدولة وتحكم فيها، تبنيها مول، تبنيها عمارة، هي حرة، أنا تخلصني. يوم اللي نلقى درنا ابتنت مزبوط بفلوسي نجي نشري في دارنا، ما عنديش مشكلة. أما نقعدنا تحت رحمة الشؤون الاجتماعية وتحت رحمة بدل الإيجار، واحد يزيد لي واحد يطلع لي، لا والله ما قالها ربي. هذا المقترح المفروض الدولة تنظر له بعين الاعتبار. هذا رزقي، شهادتي العقارية، تفضل يا دولة خذيه اشريه مني وعطيني حقي المزبوط، يعني ما تظلمنيش فيه، عطيني حقي وملكة لك للدولة الليبية، مش تعويضات، لا لا ما نبيش تعويض، ما حد يجمل علي، اشري مني الارض تاعي انا نبيعها لك يا دوله، وانت صدمني لعل وعسى تبني فيها شيء خير من بيتي. انا فقدت كل شيء، فقدت جيراني، فقدت خوتي، فقدت، ما عادش عندي فيها شيء درنا، عندي عيال نبي نربيهم، اما نطلع بعيالي نقعد تحت بدل ايجار، والله شؤون اجتماعيه شهر تعطيني، نحكي من خلال تجربه، والا بيوت طاحن في الحرب 5 سنوات ما زالوا مبنون، لا والله ما قالها ربي. أنا بنعيش عزيز نفس زي ما كنت عايش في دارنا، فهمني كيف؟ أنا احنا طلعنا من الحروب، كل مرة جينا موضوع، كل مرة جينا قص، لا يا سيدي المكان هذا غير صالح للعيش، أرض الله مفتوحة نعيش حتى برا ليبيا، يعني عليش لازم نعيش في 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 هالمكان هذا يعني. طيب من درنا أيضا معنا عبر الهاتف نائب رواد كشاف ومرشدات درنا سعاد البح. أهلا بك أستاذة سعاد. الدور الكشاف والمرشدات كان واضح منذ الأيام الأولى، خاصة فيما يتعلق بمستويات الدعم النفسي، مساعدة الأطفال، ربما الفئات السنية اللي هي في حاجة لتعامل خاص. هل ما زال العمل في هذا المستوى قائم بالنسبة للكشاف والمرشدات، أم أن ربما هناك تطورات أخرى مع مرور الأيام ربما وسعت نشاط الكشاف والمرشدات؟
دور الكشافة في دور خداع النفسي، لكن مثلا أن الكشافة توفر مساكن للناس الضماء اللي حوشينهم طاحا أو لعائلاتهم رحمهم الله. لا هي ما نقولكش ان الكشافه تقدر زي ما تحدث الاخ لي قبلي على مساكن على كذا، احنا دور الكشافه دورنا داعم نفسي، ولهالوقت طبيعي ما زالوا الكشافه والمرشدات ما زالوا قايمين بالنشاط بتاعهم من توزيع اغاثه. من انا نعرف قائده امس جاتني في الحوش راحيه ومدافعه 10,000 دينار من حسابها الخاص في العاب للأطفال باش تلم الأطفال هضماني في مدرسة بجانب مني يبني لمدرسة لما فيها الأطفال وتدير لهم في الألعاب وتغير لهم في جوهم. تمشي للعائلات اللي عرفتها نازحة وتعطي فيهم وتوزع عليهم في الإغاثات اللي جاية. يعني دور الكشافة مش موقف مع الحزن اللي في القلوب مع فقد أعضاء الكشافة قلوبنا يبكل قلوبنا وجعتنا عليهم وعلى مسير المدينة كلها. ولكن بعزومهم يعني لا نعرف القائدة إيمان هذه هي لحبوش بعزمها الله أكبر عليها تجري في البلاد وتمشي للمفوضية وتمشي للناس وتوزل في إغاثات وتبكي مجروحة تبكي قائدات زهرات في جدنين بنيات صغيرات جدنين قاعدة من غير أهل، ومع ذلك هي مستمرة وتلم في الإغاثة وتوزع وتكيف وتعطي في العائلات المحتاجة تكافئ الأطفال. 10,000 دينار أنا دفعت من حسابها الخاص وصبت على أي جهة من حسابها الخاص. نعم. طيب على ذكر مسألة التطوع والتبرع بمبالغ من هذه القيمة، هل في تعاون مع جهات في الدولة ربما تقديم دعم مادي للكشاف والمرشدات لاستمرار هذا العمل في مستوى سواء الإغاثة أو تقديم الدعم النفسي؟ والله يا أستاذ هو الدعم اللي هو جاي طول المدينة، يعني اللي جاي في المدينة من كل مكان من جميع المناطق الغربية، لما يجوها على يعني طول يتصفوا هم مثلا يتصفوا بالهلال الأحمر يتصفوا بالكشافة يعني. فلما اتصلوا هم بالكشافة رأيناهم مراكز يعني الكشافة متمركزين فيهم يمزدوا فيهم مثلا الإغاثة هذه اللي جاية تدورهم الكشافة يهتموا ويغذوا في الأكياس ويمزدوا على العائلات. هذا دورهم مثلا يعني واضح دور الكشافة. بس لكن ما تتدخل مثلا اللي بقول لك زي ما تحدث الأخ اللي قبلي عن مساكن يعني ملف الإيواء سياق آخر أستاذة سعاد، لكن في عمل المفوضية أو مفوضة الكشاف والمرشدات هل يمكن أن يتوسع العمل الآن مع مرور الأيام ودخولنا في الأسبوع الثاني وغيره؟ بالتأكيد الأيام متوسع بالضبط. لا أنا أقصد أن يتوسع ربما المساهمة في حصر أعداد تفقد ربما من بقي في المدينة من غادر أي أحياء شهدت نزوح أكثر غيرها. يعني هذا العمل اللي ربما فيه بعد اجتماعي قد يكون أقرب إلى دور الكشاف والمرشدات. نحن توا المشكله توا نحن اللي حتصادفنا ان تقريبا يعني اهل المدينه تقريبا مش نقول يعني ربحات او اكثر نزحوا طلعوا من المدينه يعني انا توا انا نحكي لك على راي ذاتي كل وحده طبت في المدينه وكل وحده شالوا هلهم وعدوا وطلعوا. يعني حتصادفنا حاجه ان هي كيف نلموا من جديد كيف نهتموا في دارنا من جديد؟ هذه الله اعلم. واذا متى؟ سنه سنتين ما نعرفش الله اعلم. ان الفرق اللي نحن مكونينها سواء كان زهرات او كان فتيات او كان رائدات او كان دليلات وين عدوا وين طبوا؟ حتى بدخل المدينه في دارنا
كل حد قاعد بينه وبين مثلا انا في الساحل ما نقدرش نطلع للمنطقه الاخرى الشرقيه الغربيه، من صعب اننا نوصل للمنطقه الغربيه، لذلك هو مثلا اليومين هذين طوقوا المدينه بالكامل وسط المدينه عشان تقدر تطلع من مكان لمكان. يعني انا لما نقول لك القائد هذه اللي قاعده تتحرك في خلال منطقه الساحل هذه ان صعب مسكين ان توصل للمنطقه الغربيه اللي هي باب شيحة أو منطقة حي السلام، أو صعب إنك توفر، صعب. مستقبلا الله أعلم، مش عارف شو يصير. شكرا جزيلا نائب مفوض كشاف ومرشدات درنا سعاد الباح، شكرا جزيلا لك. أختم مع ضيفنا من طرابلس رئيس مجلس محلي درنا السابق عوض عارف فيما يتعلق بنقطة تخص الإيواء، والسيد مراجع جزيري كان يتحدث على هذه النقطة وطرح فكرة أن ربما التعويذات قد تكون حل بديل أفضل من مسألة الإيواء اللي قد يطول وربما قد تشوه بعض الإشكاليات أو العثرات في موضوع التنظيم. هي بالنهاية ربما حتى اليوم جهود انتشال الجثامين وحصر أعداد الضحايا بشكل كامل ما زالت مستمرة، لكن من فقد منزله بتأكيد في حاجة إلى أن يكون هذا الموضوع مطروح للنقاش حتى يصل إلى أسماع المسؤولين، إلى أسماع من هم قادرين على تقديم المساعدة في جانب توفير المأوى الآمن اللي يليق بكرامة المواطن الليبي. اليوم كيف يمكن تسوية هذا الملف بشكل يرضي غالبية السكان اللي فقدوا منازلهم؟ هل الكلام لي؟ نعم، السؤال لك سيد عوض العرش. نعم، أنا أطالب دولة ليبيا وحكومات ليبيا المتعددة بتخصيص ميزانية طوارئ، ومدينة درنة تعرضت لكارثة وكما تعرضت المنطقة كلها، لكن كارثة مدينة درنة أمام الجميع وغير مسبوقة. فأنا أناشد بل أطلب إن من حق المواطنين في درنة أن يعيشوا عيشة كرامة وناسها مشهود لهم بأنهم عصارى. لا نستجدي ولا نشحت في قدرنا، نحن كمواطنين ليبيين يجب على دولة ليبيا أن تقف وتساند أهلها في مدينة درنة وتوفر لهم وسائل العيش الكريمة. وعيب يعني ان نقول ان هذا نازح في وطنه او مهجر من مدينته، يجب ان نعمل على تسكين مواطنينا بشكل سريع في اماكن لائقه بالبشريه. ودوله ليبيا ليست بالفقيره، نحن نعلم ان هناك امكانيات، ولكن ما نحتاجه الان الى اداره وعزيمه صادقه من الوطنيين لمجابهه هذه المشكله التي نعاني منها. مواطنين درنا ممكن نحل لهم مشكلتهم السكنية العاجلة هذه بعدة إجراءات، يعني هناك إجراءات يجب أن تتخذ سريعة وهناك إجراءات في المدى البعيد. درنا تحتاج إلى خطة إعمار، وهذه الخطة إعمار وتحتاج إلى حفظ حق المواطنين في مدينتهم. كل الرسائل التي أتتني من مدينة درنا بأنهم هم لا يستطيعون أن يخرجوا ولا يريدون أيضا أن يخرجوا من مدينتهم، وهم متشبثين بمدينتهم والبقاء فيها مهما كان حجم التضحيات التي ضحوا بها. شكرا لك رئيس مجلس محلي درنا السابق عوض لعرج، أيضا الشكر موصول لضيفنا نائب رئيس أعيان مهجري درنا مراجع الجزيري. وفي الختام الشكر لكم السادة المشاهدين، إلى اللقاء.